لما يكون الاتنين اصلا لازم يبقى في تراضي بينهم، يتراضوا ويتكلموا ويتفهموا، والدين اهم حاجه الدين، لان ده ليه حق ان يشوف عياله وهي ليها حق ان تشوف عيالها، لا هو يظلم عياله ولا هي تظلمها، ويعني يرحموهم شويه، لان كل ده في الاخر بنصب على الاولاد. يعني احيانا الام بتركب دماغها والاب بيركب دماغه على حساب الاطفال، فالاطفال دول ذنبهم ايه؟ هو القانون ده هيبقى قانون ودي، وطبعا القانون الماده القانونيه ما فيهاش حاجه اسمها ودي، فالقانون الودي اللي هو بيبقى بين الزوجين. هو عموما كده حرام من ناحيتين، اللي يمنع العيال يشوفوا امهم، يمنع الاب يشوف عياله، ده حاجه اساسا غلط وحاجه ما تنفعش. لا الام تحتكر الطفل لذاتها لوحدها، ولا الاب، لان في الاخر هو اللي بيبقى متضرر هو الطفل. يبقى في تعاون ما بين الزوجين او الاثنين المطلقين، بدل ما يلجأوا للمحاكم والكلام ده كله، يبقى في تعاون بينهم ما بين بعض على اساس ان هم يعرفوا يشوفوا اولادهم بطريقه صح. يعني المفروض يبقى كل اسبوع مثلا الام تتنزل عن عيالها مثلا يوم واحد، ان هي تنزلهم له مثلا تحت لو هي مش عايزاه يطلع فوق ليها، تنزلهم له ياخدهم طول اليوم يفسحهم ويخرجهم، وبعدين ايه يجيبهم لها تاني لو في حته ثقه منه هو يشوف ولاده.